ليش الكفيل مثلا مستشفى الكفيل ما يعالج الناس مجانا؟ زين انا اعالج مجانا وانت تعالج مجانا، زين المستشفيات الحكوميه شنو شغلها؟ ثانيا انا ما مسوي مستشفى حكومي اخر، انا جايب اختصاصات من الخارج، بدل ما العراقي يقوم يروح للخارج يصرف دفتر دفترين وثلاث دفاتر يعطيها في الهند، انا قلت ليش شبابنا يروحون هالشكل؟ ليش جماعتنا يروحون للهند يصرفون الدفاتر والاف مئات الالاف او عشرات الالاف من الدولارات؟ خليني اجيب الدكاتره الهنود، اجيب دكاتره الانجليز، اجيب دكاتره الالمان، اجيبهم هنا بفلوس العراق وفي داخل العراق، وشبابنا لا يصرفون ذهاب واياب وفيز وكذا، وبعدين يتيهون هناك ويجون. ماذا مشكلتنا هذه؟ اقولها بصراحه، احد الاخوه ذهب الى لبنان إلى وصرف 5 دفاتر، يعني 50,000 دولار، الله يشهد على ما أقول، 50,000 دولار صرف على قضية في على حال في امرأة من يعني من أرحامه، امرأة كانت عندها مشكلة صحية، 5 دفاتر صرفها 50,000 دولار، وين؟ في لبنان. وواحد دكاتره قال سيدنا صرف وكذا، كل سنه يقول للدكاتره شكرا جزيلا جزاكم الله خير متفضلين وكذا، يقول يمشي الى الوراء ويشكر من المستشفى اللي اخذت منه 50,000 دولار. زين وجدت المره هنا على حد بعد شهرين بعد ما تقدر تمشي، هذا مو مهم يشكر. اما نفس العمليات التي تجرى في مستشفى الكفيل ب7 ملايين دينار، وين ال50,000 دولار؟ وين ال7 ملايين؟ نفس العملية أجريت هناك، لا هنا نقول لا ليش يأخذون 7 ملايين؟ بابا القضايا فكروا فيها شوية أبعد، متخصصين جايبين من الخارج، أنت شلون تروح إلى مستشفيات أهلية؟ يقول سيدنا هاي مال العتبة، العتبة تقول بابا أنا ابنيت وأنا هيئت وأتيت بوسائل وأدوات، ولكن إدامة هذا العمل يعني هذا كله ما العتبة، ولكن إدامة هذا العمل أن طبيب أجيبه وأنطي رواتب حتى يقعد يشتغل، هذه هذه حسب تعبير الموظفين والكهرباء والأمور الأخرى، هذه الإدامة من وين؟ من ضريحة بالفضل العباس؟ وما يجوز. فإدامة هالأمور تحتاج إلى شنو؟ أنه أنا أخذ أجور معينة، بس أي أجور؟ مو أجور تقول لي سيدنا هنا الكشفية 25,000 هم يأخذون 40,000، الدكتور اللي جايبيه من بريطانيا، هذا الدكتور انت تروح الى بريطانيا تدفع له 200 باون مع تذكره رايح وتذكره جاي، تدفع له 200 باون، هذا جاي ياخذ من عندك 40,000. ففكروا في انه هذه الامكانيات اللي جاي تجي امكانيات تصرف في العراق بقيم اقل بكثير مما لو كنا نذهب الى الخارج. ولكن للاسف الشديد الجماعات اللي تعرفوهم، جماعات اللي عندهم مشاكل مع العتبات، رادوا يستولون على العتبات ما قدروا، رادوا كذا يشوهون سمعة المرجعية، هالأمور تطرح. أنا ما أدري ليش جريتوني إلى هذا الكلام، ولكن للأسف الشديد لابد أن يوم الأيام واحد يذكرها.